يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول عائشة رضي الله عنها أن صاحباتي يرجعن بعمرة، هل يفهم منه أن الإنسان يأتي بعبادة من باب المقارنة والمناسكة؟ هذا من المناسكة في الشيء، من المناسكة في الشيء قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذه من المناسكة في الشيء، يعني تريد مثله النعم. قضية الشيخ جاء بالحديث إن الله خلق آدم على صورته، هل الضمير عائد عن الله أم على آدم؟ إذا كان عائد عن الله تعالى كيف نوجه ذلك؟ نعم عائد على الله، صواب أنه عائد على الله، ولا تختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه عائد إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، والثاني أنه عائد إلى المضروب، لما ضرب شخص وجاءت قال لا 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 تضرب بالوجه فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، والثالث أنه عائد إلى الله، وهذا هو الصواب. الصواب الذي يعني يحققون قال السنة وجماعة الإمام أحمد وغيره أنه يعود إلى الله خلق آدم على صورته، ويدل على ذلك رواية أخرى ويستدلها خلق الله آدم على صورة الرحمن. أما القول بأنه آدم على صورته ثم يفسد المعنى، كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ هل له صورة قبل ذلك؟ ما له صورة قبل ذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قيل على صورة على آدم قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ قال هذا قول الجهمية. ومعنى على صورته كما أحفظ هذا الشيخ الإسلام وخلق آدم على صورته في صفة الصورة لله عز وجل، وأن هذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المثل، نوعا من المشابهة، نوع من المشابهة يأخذ نوع من المشابهة، وهي مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقطع. نعم هذا هو الذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان الاستعمية وغيره. نعم قضية الشيخ من خرج إلى البرية ومكث بها ثلاث أيام هل له أن يجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له القصر؟ نعم إذا كان مسافة أكثر من 8 كيلو فإنه يقصد الصلاة، والجمع الأولى على الليل مدى النازل يصلي كل الصلاة في وقتها قصدا بدون جمع كما يفعل في الجاهل منها. هذا إذا ترك الوقت ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من 4 أيام فإن الذي عليه جمهور العلماء أنه يسر من أول صف ما يكون الصلاة ما دام نوى أن يقيم في الحال أكثر من 4 أيام. الذي عليه جمهور العلماء انه من اول فرض يتم الصلاه لا يجمع. اما اذا كان اقام يومين او يوم او ثلاثه او اربعه او اقام ولكن لا يدري متى تنتهي مدته ما يدري هل يقيم يومين او ثلاثه فهذا لا يجمع. هذا هو الذي فرض جمهور العلماء وهو عليه الفتوى. اما شيخ الاسلام التربيه والجماعه فانهم يرون انه مسافر حتى يرجع الى بلده ولو طالت المده. ما حكم السلام على حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟ إذا كان لحاجة شرطين، يجب بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، كان تكون مثلا تحتاج كل ما تبغى الحبل لتصوم مع الناس في رمضان أو لتؤدي فريضة الحج أو لأن الأولاد يتتابعون عليها للتنظيم الحاجة. الشرط الثاني أن لا تضر بصحتها ولا تؤدي إلى قطع الناس، يريد الشرطان فلا لا تضر هذا الحبوب بصحتها ولا تؤدي الى قطع النسب، والسلطان يكون لحاجه. اما عبث لا، ولماذا بعض الناس يقول ما يريد الا ولدا ولدين؟ هذا ما يصير. الرسول عليه الصلاه والسلام امر بتكسير، قال امر عمر بتكسير نسخه تزوج الوليد الولود فاني مكافر لكم الامور يوم القيامه. فتكسير النسب مطلوب في تكسير الامه وتحقيق مباحة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب. لكن الحاجة إذا كان يتتابع على الأولاد حسرة تتحمل فلا يستطيع كل تربيتهم للحاجة وللضرورة لا بأس. ما حكم البول قائما مع توجيه تعارض الحديث؟ سبق مرة لا بأس البول قائما بشروط، شرطا أن يكون هناك
ألا يكون هنا مع التستر كامل ولكن هناك أبواب لله ويكون هناك حاجة يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس، ولكن البول ذلك أفضل. كنا يفعل هذا مرة بدل الجوال أساس بول في قومه ولا قاعدة حول ما يحصل. فإذا كان أمن من النظر قليل إليه وأمن من رشاش البول فلا بأس، ولكن كونه قاعدا هو الأكثر. ولهذا حفظ هذا على عائشة وقال من حدثك أن النبي يقول قائما فهو صدقه، ما كان الذي يقول إلا قائلا. هذا في البيوت، لكن حنيفة رآه كان قائما هو يجوز بشروط التستر من الأعين. نعم يقول لك نعم أمام الناس أمام الناس ما لو في الحمام يغلق على نفسه لا لا ما في نفسه ولا ما هو كان في الحمام عند مدينة وعند خروجها لا بد يخرج في من العورة. نعم أحسن الله إليك. ما حكم الصلاة إذا كان على ثوب دم قليل بالنسبة للرجل؟ بالنسبة إيش؟ رجل يغسل يجب عليه غسل، إذا كان يعلم يجب عليه ولو قليل. أما إذا كان لا يعلم أو نسيه أو جهله وصلى فصلى صحيح، لكن في أثناء الصلاة لابد يزيله إذا استطاع، يكدر في منديل أو في طاجيه يلقيها ويصل الصلاة. فإن لم يستطع أو على الثوبين يخلع الثوب، فإن لم يستطع قطع الثوب وغسل الدم. نعم. ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ إيش؟ ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ العكس المرأة إذا نظرت إلى الرجل نظرة عابرة ونظرت إلى الرجال وهم يشوف لا بأس، تنظر إلى الصفوف. أما العكس الرجل ينظر المرأة ليس له أن ينظر، إذا رأى شخصها ما يضر الصفوة محجبة، لكن ينظر نظرة التأمل لا. وكذلك المرأة ما تنظر الرجل نظرة التأمل، لكن نظرة عابرة يعني ترى شخصها أو الرجل يرى شخصها ومحجبة من بعد لا يتابع النظر ويتعمل. الرجل لا يتعمل محاسن المرأة والمرأة لا تتعمل الرجل، لكن نظر العموم لا بأس. المرأة هي العموم وهم صلى كما كانت عائشة نظر الحبشة وهم يلعبون، كما كان النساء يصلي لها مع الرجاء تنظر أيضا تتلقى وتمشي مع الرجل أمامها مع الشخص وما يضر. أما الصلاة تنظر نظر تعمل لا، وكذلك الرجل ما يضر المرأة نظر تعمل والمرأة لا تنظر إلى الرجل نظر تعمل. نعم ولا. حدثت مع أهلي فيما سبق وكنا قد دفعنا مع الحملة التي كنا معها بعد منتصف الليل وقبل مغيب القمر ورمينا الجمرة قبل الفجر، هل علينا دم لدفعنا قبل غياب القمر ودم لرمينا قبل الفجر أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. ظهور العلماء على أنه يجوز الدفع قبل نصف الليل، ظهور العلماء على هذا وصرح الفقهاء. ليس هذا الحديث جاء في غيبوبة القمر وتعقد غيبوبة القمر فرمها الجنة العقبة قبل الفجر لا حرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ والله إني لو أحبك في الله تعالى صدقا. نسأل الله أن أحبك أحبك الله الذي يحبك ونسأل الله يجعل من أصحابه في الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ معناه أن يبيع سلعة ولا يجلس عندك، أن تبيع على شخص سيارة وأنت ما اشتريتها، تبيع على شخص سيارة ثم تروح تشتريها من المعرض وتبيع عليه، أو تبيع عليه أي شيء كيس أكياس سكر ورز وليست عنده، تبيعه وتأخذ العربون أو تأخذ الثمن ثم تذهب تشتري السلعة، فهذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، لا بد أن تشتريها، لكن تعيده إذا كان تعيده ثم تعيده ويأتي في وقت آخر بعد أن تشتريها، لكن لا تجزمه، تعيده فإن أحب أن يشتري وإلا تبيع على غيره. هذا الوعد له، أما أن تلزمه أو تأخذ العربون منه أو تكتب عقد وأن تشترك السلعة هذا حق، هذا معنى الحديث لا تبع ما ليس عندك، تبع السلعة وهي في السوق فاشترك الحسنة. نعم. فضيلة الشيخ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن الرجل يستلقي الرجل ويضع رجلا على الأخرى ويضع رجلا على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحا فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجلي على الاخرى. نعم صحيح، قال في البخاري من النهى عن يجلس الرجل مستلقيا ترى اثناءهما على الاخرى، والثاني ايضا كذلك ان له مستلقيا في المسجد على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى. وجمع بينهما ان النهي محمول على ما اذا خشع كشف العوره، يسمى عليه التراويح وكشف العوره فلا يستلقي ويضع احدى رجليه على الاخرى. والاخرى وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على انه استثنى عليه الصلاه والسلام تلقي ورجله عالي ووضع احدهما على الاخرى ومستعان من كشف العوره. فالعبره في هذا الامر من رؤيه العوره، فاذا كان عوره مستوره في التراويح فلا بد ان يستلقي، واذا كان يخشى ان يستلقي العوره فلا يستلقي. كما فلسطين القاضي ذلك الوقت في الغالب قله الثياب، ما يكون الواحد الا ثوب واحد مثل واحد او ازار، فاذا استلقى يخشى في العوره. فالعبره المدار على ستر العوره، فاذا كانت العوره مستوره مضبوطه فلا حرج، والا كانت غير مستوره للتراويح يخشى انكشافها ويراها الاخرون فهذا مضبوط. هذا هو جمله الجماع. ما الفرق بين المشيئه والاراده؟ الإرادة الكونية تراد بالمشيئة، أما الإرادة الدينية الإرادة إرادة كونية قدرية ودينية إشكالية. فالإرادة الكونية تراد بالمشيئة هي المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية متراد بها. أما الإرادة الدينية المشيئة ما تنفع، المشيئة واحدة تراد الإرادة الكونية، أما الإرادة تنفع. نعم. هل المرأة التي مات زوجها وهي في فترة الحداد أن تنتقل البيت غير البيت غير بيت زوجها لأنها مريضة وليس عندها من يقوم بها أو لأي سبب آخر، أن تكون وحدها في البيت أو الوحيدة في تلك المدينة وليس لها قريب هنالك؟ ليس لها تنتقل إلا للضرورة، إذا كانت ما عندها أحد أو مثلا عندها أجر البيت أو تسقط عليها أو تأتي بأحد يؤنسها إن استطاعت، فإن عجزت انتقلت للضرورة. أما إذا كانت تستطيع البقاء يجب عليها البقاء، ولو تأتي بأحد يؤنسها إذا كانت تستوقف فإن عجزت واستطاع لما عندها احد ولا يمكن احد يجلس عندها او البيت مستعده منها عجرته او يكتب سقوطه عليها تنتقل للضروره. نعم. هل المعتزله قدريه؟ لماذا يسمون اهل الفرق الضاله لماذا يسمون او تسمي الفرق الضاله اهل السنه؟ نعم. المعتزله قدريه، قدريه ينفون، يكون قدريه نفاق، يكون خلق الله لافعال العباد. وأهل البدع ينبذون أهل السنة بجلقاء يسمونهم حشوية، حشوية نوابس مجسمة مشبهة، هذه ألقاب ينبذون أهل السنة للتنفير منهم. نعم. هل هناك من يقول بعدم الجواز إدخال العمرة في الحج؟ وهل كانت عائشة لا ترى لها عمرة مع الحج عندما طلبت القيام بها في مرة ثانية؟ لا، ترى تريد عمرة مستقلة كما ترى بعض صواحبها. نعم. يقول أخو العنس، أولا هل هناك من يقول بعدم الجواز إدخال عمره في الحج؟ الله هناك تعالى إطلاقا إدخال عمره على الحج واضح في النصوص، لا إشكال في الإسلام، أمر منعه فلا وجه لمنعه. إذا تبينت المضاة في عضو واحد كالرجل أو اليد فقط هل تعد مخلقة؟ إيه؟ إذا تبينت المضاة في عضو واحد كالرجل أو اليد فقط. نعم، إذا تبين يعتبر نساء، لما تبين فيه شيء من خمسة إنسان يد أو رجل أو رأس. نعم. وهل المرأة تغتسل بعد الصف؟ نعم، إذا كان كل مكتب حكم حكم المكتب، أما إذا كان ما تبين في حكم إنسان في مستحارة دم فساد دم فساد. فضيل الشيخ، هل تعتبر منى وعرفة ومزدلفة من الحرم؟ نعم. هل تعتبر منى وعرفة ومزدلفة من الحرم؟ منى ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الكذب ليست من الحرم، عرف خارج الحرم، أما مزدلفة ومناء فهي من الحرم وهو من الحرم. نعم. هل يلزم كل من قرأ أو سمع أو رأى منكرا أن ينكره؟ وما فضل الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ نعم، يجب عليه ينكر على حسب الاستطاعة، باليد فإن عجز فباللسان فإن عجز فبالقلب. والأمر المعروف النهي عن المنكر لا يقوم الدين إلا به، حتى جعله بعض أهل العلم فكرة ثالثة لا بد من الأمر. والخيرية حصلت لها الأمية بالإيمان بالله والأمر المعروف والنهي عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب التعامل والتناهي على حسب القدرة والاستطاعة، كما في هذه الرسالة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واللسان يستطيع بالنصيحة باللين بالرفق ويبين له أنه
مشفق عليه وأن هذا وأن هذا هو واجب الإسلام يجب على المسلم أن ينصح لأخيه وأن يعظه وأن يأمره وينهاه والتعاون على البر والتقوى هكذا حتى يكون هذا لا يطول. وفق الله جميعا لطاعة ورزق الله جميعا لطاعة صلى الله على محمد وآله. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة المريضة في الجهاد أن تأنس الرجال وتقدم لهم العلاج والدواء؟ هذا في الجهاد هذا في الحالة الخاصة يحتاج إليها. في الأول في عهد الرسول والصحابة في أول الأمر، أما الآن الأمر لا يحتاج إليها، يحتاج إلى الممرضين، لكن لو اضطرت على الضرورة لها حكم. إذا اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة في العلاج للضرورة هذا الضرورات كما قال الله تعالى فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه للضرورة وإلا الأصل منه، لكن الضرورة هي وصل الحال إلى الضرورة لا بأس، مثلا يعالج أو تسقيه أو كذا أو تنقله من هلكة من موت لو لم تمسه ما أتمسه هذا للضرورة، الضرورات لها حكم خاص. نعم. ما الحكم في من استلم وهو صائم وماذا يفعل؟ من استلم وهو صائم يختبر اختياره، ليس باختياره. نعم فضل صحيح. فضيلة الشيخ كنت مع الأكثر الذين يشاركون في الحج وعندما وصلنا الشرائع أذن لنا المسؤول عنا بالعمرة فاعتمرت بنية العمرة فقط، ولما جاء اليوم الثامن أذن لي المسؤول عني بالحج فحججت مفردا. السؤال هل أكون متمتعا بهذه الحالة؟ نعم. يجب علي دم علما بانه مضى على هذا اكثر من 10 سنوات. نعم الصواب ان يكون من حج من اعتمر ثم حج من عام اعتمر في احسن الحج شوال او ذكر الحج ثم حج من عام فهو متمتع ولو لم ينوي التمتع، وعلى هذا فيكون في ذمه الدم تقضيها الان قضى كما لو فاتت الصلاه مع سبب الاستغفار والتحليل. تبدو الحساب بمكه وتوفي واحد من عنك بنيه هدي التمتع قبل 10 سنوات، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار والندم عن التأخير والتساهل هذه المدة الطويلة. نعم. إذا مرضت في طواف الوداع فهل يصح عليه؟ ماشي يطاف به محمول. مرض يطاف به محمول إلا الحال ما يسقط إلا عن الحال. نعم. ما حكم من قال في ركعة واحدة سبحان ربي العظيم وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أي جمع بينهما في ركعة واحدة؟ تابع الواجب مرة واحدة تسليم. مع الطمأنينة إذا سبح تسبيح الله مع الطمأنينة كفر وهذا الكمال 3 مرات. المهم الطمأنينة إذا ركعت مع الطمأنينة سبح تسبيح الله كفر. إذا لم يصب الحاج هديه هل يجوز له أن يحرم قارنا؟ نعم صواب لا يجوز أن يحرم قارن إذا ولا سيما إذا كان متأخر، إذا كان متأخر يحرم قارن ولا مسلم. أما إذا جاء متقدم فالأفضل لها يتوسع يحرم بعمره ويكفوف يسار ويقصر ويتحمل، وإن شاء الله متأخر يحرم بالحج ولا يحتاج التحلل، يحرم بالحج ويطلع إلى منى مع الله أو إلى عرفة. نعم. يحرم من جدة. نعم. يحرم من جدة للحج إذا أراد أن يرجع مرة ثانية يحرم من جدة للحج من جدة ويذهب إلى منى. نعم. ويحرم. نعم. وإذا لم يجد المتمتع هديا ولم يصم 3 بحج هل يصومها مع 7 بعد الحج أم يجب عليه كفارة؟ نعم يصومها مع 7 يصومها 6 أيام وإذا كان مفرط عليه السبع والكفارة. بعض العلماء يرى أنه يبقى في ذمة دم عن التأخير 3 أيام. لكن لابد للحجة أو لا بأس حتى لو تعدل الحجة؟ لا أي وقت، المهم إذا أخرها عن أيام الحج الوقت صومها مع 7 بعد الحج في بلده أو في أي مكان. نعم. لا يستتاب لا. نعم. يقول إن في كلام بعض القبائل إذا قيل لأحدهم سيحدث كذا وكذا. إيش؟ كلام بعض القبائل إذا قيل لأحدهم سيحدث كذا وكذا يقول الله لا يقولها. يعني أنه لا يريد هذا الأمر يحدث. وما حكم قول هذا؟ إيش إذا أحدث؟ قول بعض الناس طبعا الله لا يقولها. إذا بيقول لهم شيء سيحدث كذا وكذا قال الله لا يقوله. هذا معنى كان معناه مثل كان في معنى يقول الله لا يقدر هذا الشيء. هذا له كلمة عام به معناه الله لا يقدر هذا الشيء. نعم.
قضية الشيخ رجل طاف وخرج جزء من طوافه إلى مكة من الزحام، هل يصح ذات الشوط أم يلزمه عارف؟ الأحوط يعيش هذا الشوط، لأن مكة ليس من المسجد الحرام، ولهذا تسعى الحائط إذا طهرة إذا طافت وهي طاهرة ثم رجع إلى الدم تعب. قال العلماء إن المسعى ليس من المسجد ولو كان الآن داخل. نعم والله لا ينبغي في الشرع. نعم. ما هو الراجح في لمس المصحف وهو محدث؟ لا يجوز لمس المصحف وهو محدث. قال تعالى يا رسول الله مطهر وفي حج عن الحج اتكبر من بعض الحج الا يمس القران الا طاهر. وهذا مذهب الائمه الاربعه لابد يتوضا لا يمس المصحف الا يتوضا. هل ورد السنه في تكبير المقيد؟ تكبير المقيد عند العلماء من فجر يوم عرفه خمسه ايام الى عصر اخر ايام التشريق يكبر بعد الصلوات يوم عرفه ويوم العيد ثلاثه ايام والحج من ظهر يوم النحر اذا رمز الموت عقبه بدا التكبير المقيد هذا هو العرف واخر مقيد فعلا واذكر الله في ايام معدوده فما تعجل في يومين فلا يسمع عليه وما تقرا فلا يسمع. اذا ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء هل من السنه ان يصلي عليهم كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قال موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. هل حلق الشعر بالماكينة يسقط من الحلق أم التخفيف؟ إذا كان ألقى أصول الشعر هو تخفيف، وإذا كان لا ألقى شيء من الشعر هو حلق. الماكينة هذه معروف الماكينة ولو كان ظهر يلقى شيء من أصول الشعر. الحلق يكون بالموسى. نعم. هل يجوز البيع في ساحات المسجد وهي تابعة للمسجد وما واجبنا تجاه من نرى؟ من يرى من ذلك الظاهر المساحات ليست من المسجد ما دام خارج سر المسجد ليست من المسجد وان كان التابع بمعنى انه يمتلئ المسجد يصلى فيها لا باس تصح الصلاه لكن ليست من المسجد. نعم. ما حكم من صلى على ميت في المسجد ثم ذهب الى المقبره وكان في زحمه فصلى من عنده صلاه جنازه فاضطررت على فاضطررت ان اصلي معه او قريب الكلام صلى ثانيه؟ نعم. نعم. والله انه مره واحده انه ميت واحد. نعم. هل الرافضه كفار خاصه من بعد الصحابه؟ نعم اذا كانوا كفروا الصحابه ويفسقونهم او يعبدون ال البيت او يزعمون ان القران غير محفوظ انه يضرب الا الثلث هذا كفر جدا. وهذا ما وقع الرافضه. لما كفروا الصحابه كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله لأن الله زكاهم وعدلهم تكذيب الله كفر. كذلك أيضا عبادة أهل البيت يعبدونهم كما يعبدون البيت وتسبحون هذا ردة نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا قل بأن القرآن المحفوظ وأن ما بقي إلا كلها تكذيب لله قل إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون إلا الأعمال الكفرية نسأل الله العافية. نعم. في صفوف الحرم قدنا طواف الوداع وكان هناك أناس على الحافة التي بين المسعى ومكان الطواف وكانت الحافة مرتفعة وكان هناك من التقاها وقاف هل يجوز ذلك؟ وكان هناك ايش؟ ارتقاها وقاف هل يجوز ذلك؟ علما بأني وجدت واحد طلبة العلم وقال لي إن بعض العلماء لا عن ذلك. نعم. إذا كان سعى في المسعى عليها نؤيد إذا كان خرج إلى المسعى أما إذا كان ما خرج إلى المسعى فلا بأس. يقول لأن العلماء قالوا أنه لا بد يكون الطواف داخل المسجد الحرام والناس عليه من المسجد ولهذا تسعى الحال ولو كان من المسجد الحرام لما جاز لها اللب فيه. نعم. الله عنك ما يقال حال المصلين إذا صفت الصفوف صف جاز لهم الصلاة خارج المسجد فيقال هذا من زحمة أن هذا ما يقال هذا في الصلاة حتى غير الصلاة تجوز حتى خارج المسجد في أي مسجد امتلأ المسجد امتلأ المسجد امس هنا وصلى في الشوارع وكله لها فصل الشوارع هذا شيء اخر. نعم. اذا امتلأت الصلاة صلى في الشوارع في مناطق اهل المسجد بشرط انه ما يكون بينهم حائل طريق تمر معه السيارات اذا كانت الصفوف متصلة ولو خارج المسجد صح. نعم. ولا يقال انها صفة حكم المسجد. نعم. مثل إذا صلى في المسعى تعبى. نعم. يقول لما أكفي لأن المسعى معروف هذا مسعى
نعم. هل الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ لكن لو أدخل ولا يصلي معه ولا يفعل ما فيه أدخل معه لا زال لا شعر نعم ها أقول أنه ليس المسجد الحمد نعم ها لا حوط منه لا إذا رمى جنف عقبه تحلق 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 يحلق تحلق أول بس يبقى ثم من زوجة إذا نقطع في النفاق نعم والله حاسس إذا كانت أبطال خارج الله نعم. يقول عبد الله عنك هل الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ ها؟ الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ لا لا يعد بدعة يروى عن الإمام مالك أنه نعص السجادة وأنه عزب مفعل لكن قالوا منكم قبل الشيخ قد يعاني بالشفاء لأنني مريض من منذ مدة طويلة نسأل الله على كل الشفاء نسأل الله العافية كل الشيء نسأل الله على الشفاء. استخدمت شامبو في حال إحرامي وكان له رائحة طيبة ولم أتغير وإنما لأجل حلقي تحلل الإحرام. لا ظهر الشعور هل يحرم الطيب او لا ما هو الطيب نعم الصابون نفسك تاكل باب الاحياء ما هو الطيب لكن تركوا احد نعم لكن ما يؤمر الفدية لا لا نعم ولا سيما الناس اذا جاهل نعم المضطر اذا وجد خنزير حي وشاف ميته فماذا ياخذ؟ هذه فرضية إذا وقعت إلى وقت الصلاة نعم. من صلى في مسعى صلاة فريضة هل يأخذ أجر صلاة الحرام أم تكون صلاة عادية في مسجد؟ إيش؟ إذا صلى في مسعى هل يأخذ أجر فريضة مضاعفة نعم. أم تكون كصلاة عادية في المسجد؟ نعم ماذا إذا فتت الصور حكم واحد حتى ولا في الشارع نعم. يقول ما حكم أشرطة منسوخة للحاسب الآلي؟ نعم ما حكم الأشرطة المنسوخة للحاسب الآلي؟ كيف حكم من أي ناحية؟ أنها شركات تجعل لها أن ما تنسخ هذه الأشرطة إلا بإذنها هذه مثل الأشرطة التي تنسخ مثل حقوق الطباعة يمكن أن تستطيع كثرة للاستماع مات الجد لي وأنا مسافر هل يجوز لي الصلاة عليه بعد قبره؟ بعد إيش؟ قبره؟ بعد ما قبره قبل أن يقبل أكثر يصلي يصلي عليه هو من معه من المسلمين يصلون قد يصلون عليه ثم يصلون عليه نعم. هذا خير أبو عنزي يقول ما هو الواجب على المسلمين يوم تجاه إخوان المسلمين في كل شوقة؟ هل يأتم المسلمون بقصورهم أو تقصيرهم في حق إخوانهم؟ هل يأتم المسلمون في حق تقصيرهم في حق إخوان المسلمين في الألبان؟ أفيدونا رحمة الله تعالى ووجه الدعاء لهم لسعرهم بقدر الاستطاعة دعاء لهم ومد يد العون لهم يعمل ما لا يستطيع استنكار ما حصل لهم والدعاء لهم ومساعدتهم كل يعمل ما يستطيع وفق الله جميع طاعته ونعمه 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 أصحاب الفرق أن الشيعة أكثر من 22 فرقة وكل فرقة تتفرع إلى فرق منهم المبتدع ومن الكافر على حسب المعتقد فالذي فالغلاة غلاتهم الذي يدعون أن الله حل في عليها ولا كفار بهم عليه فلولية يقولون أن الله حل في علي هذه طائفة شاطئة والطائفة السابعة مخطئة الذي خطأ جبريل وقالوا إن جبريل أرسله الله إلى علي وأوصلها إلى محمد فقال خان الأمير يعني جبريل وصدى عن حيدر لقب عليه حيدر لقب عليه خان الأمير وصدى الرسالة عن حيدر إلى محمد هذا يكفر بإجماع المسلمين وكذلك أيضا الرافضة الذين يعبدون على البيت ويتوسلون به علي والحسن والحسين والباقر جعفر وعلي الحسين بن عبدي ثم الباقر ثم الصالح إلى آخر إلى المهدي المنتظر هذا شرك يتوسل عبدهم بدون الله وكذلك أيضا يفسرون الصحابة ويفسقونه وهذا تكليف لله لأن الله زكاهم عبدها فمن كفرهم فاسقا كفر وكذلك من الكفريات فالاعتراف عندهم
يدعون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله بقوله إنا نزلنا ذكرى وإنا له الحافظ، هذه كفرية. أما من عداهم من الفرق التي لا تعتقد اعتقادا كفريا كالزيدية وغيرها فهؤلاء لا يكفرون. فعلى هذا اشتيع طبقة منهم تدعوهم كافر على حسب المعتقد. نعم الشيعة كلمة الشيعة اسم يشمل الفرق كلها، والرافضة طائفة، طائفة منهم، طائفة منهم وهم يسمون الإمامية ويسمون الاثني عشرية لأنهم يقول بذات الشيعة، ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي الحسين حينما سألهم سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوه، فقيل له ثم من ذلك قال رفضتموني رفضتموني، ثم الرافضة. وكان قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، يدعون أن يركب هذا السيف حتى يخرج المهدي من الفرق حتى ينزل حتى يخرج المهدي وولادي ولادي من السماء يتبعون فيأتي الكتاب السيف. نعم قضية الشيخ لا يخفى عليكم وضع المستضعفين في كوسوفا، هل ترون مشروعية القنوت في صلاة الجماعة وما هي كيفية القنوت، وهل ترون من أفضل تعزيل الزكاة في مثل هذه الحال، وما الواجب نحو هؤلاء؟ لا الدعاء لهم، الدعاء لهم مساعدتهم بالمال. اما القنوت فهذا اذا امر به ولي الامر فلا باس، على حسب توجيهات ولاه الامور في هذا. اما الدعاء نعم مبدوء، وكذلك ايضا التبرعات، التبرعات كذلك تبرع. اما الزكاه فعلى الانسان يتحقق ويضعها الا بيد مسلم، لا بد يتحقق وضعها بيد مسلم، لان الزكاة لا تخلي للمسلم، فلا بد أن يتأكد من أنها وضعت في يد مسلمين غير محرفين في العقيدة. نعم 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 ذاك وحدة يحدث. على كل حال على حسب الفتوى. نعم فضيل الشيخ رجل فاتته صلاة الفجر مع الجماعة تعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم، فما الحكم وأثابكم؟ رجل ايش؟ فاتته صلاة الفجر مع الجماعة. نعم. تعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم فما الحكم؟ ما يقال عاقب نفسه، يقول نذر، نذر. إذا كان نذر يجب عليه، وأما إذا كان يعني خاف يعني فعل الحسنات أولا فاتته صلاة الفجر كان غير متعمد فلا يسمع عليه، الحمد لله. فاتت الرسول والصحابة كما سمعت سبع مرة في حديث يغفر لكم الشر. أما إذا كان متعبد يعني تساهل وسهل ولم يفعل أسباب الرسول نعم يفعل إذا طاب من دون نذر طيب هذا مثل الحسنة. أما إذا كان نذر ألزم نفسه يكون يلتزم بالنذر ولا يقال عاقب نفسه، ما يقال هذه الخطوبة. نعم يقال مثلا صاب لله شكرا أو صاب أو فعل من الحسنات ويكفر سيئات. نعم قال احد السراء على كتاب التوحيد عند قوله صلى الله عليه وسلم فانه سلسله على صفوان، قال اي كان صوت الرب المسموع سلسله على صفوان، فهل هذا الشرط صحيح؟ ارجو توضيح ذلك. هذا كان الصوت المسموع. نعم كان الصوت المسموع هذا هو ظاهر الحديث، كانه يعني كان الصوت المسموع كجد السلسله على الصفوان، ليس المراد التشبيه، يعني المراد التقريب، أنه يعني المراد القوة، كما أن السلسلة إذا ضرب بها الصخر يكون لها صوت قوي، وكذلك صوت الرب يعني، والمراد التقريب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لكم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، المراد التقريب، وأن الصوت قوي يشبه الصوت القوي. وليس المراد أن الصوت مثل الصوت، لا، لأن الله لا يواثله، لا يواثل أحد بالخلق. نعم. بعض الروايات يقدم مسح الوجه على اليدين، وبعضها يقدم اليدين على الوجه، ما الراجع في ذلك؟ التيمم يعني يقدم الوجه على اليدين، يقدم الوجه على اليدين الترتيب، ولا سيما في الحدث الأحمر، فبعض أهل العلم يرى أن الترتيب واجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. في الحدث الأصغر لا بد يقدم الوجه على اليدين، وما في قولها ثم في بعض قولها ثم وجهها بعض، هذا في الحدث الأكبر،
قال بعض لعل عليه بعض الرواة المقصود أن الوجه قدر على يديه ولا سيرة في حالة الأخطاء. نعم. قال فضيلة الشيخ قال أحد الدعاة في مسجد من مساجد كلمة سلم بكلمة وفي آخرها دعا ومن ضمن دعائه قال اللهم ادخلنا في مستقر رحمته فأنكر عليه بعض الحضور مثل هذا الدعاء وقال له هذا من باب الحلول هل يجوز مثل هذا الدعاء وهل وفق للصواب من أنكر عليه؟ لا لا بأس في هذا في مستقر رحمته جاء عن بعض مستقر رحمته ليس من باب الحلول مستقر رحمته الجنة هي رحمة الله الرحمة رحمتان رحمة مخلوقة والرحمة التي يستفر من صفات الله المراد من رحمتك على الرحمة المخلوق الجنة من رحمة الله ومن ذلك ما جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل جزءا منها في الأرض فبها يترحم الخلق حتى إن الدابة ترفع حافرة على الأرض حتى تفيد فإذا كان الدابة فضمها فأثنى بها 100 يرحم بها عباده يوم القيامة هذه الرحمة المخلوقة هي غير الرحمة التي يتفق من صفاته الرحمة رحمته رحمة مخلوقة ورحمة التي يتفق من صفاته وقول قال اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك مراد الجنة اللهم ادخلنا في مستقر رحمتك الجنة الجنة رحمة ومن الحديث أن احتجت الجنة والنار فقالت الجنة فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الرب بينهما أن في الجنة رحمة في أرحم بك الملائكة سمع رحمة مخلوقة فقول القائل أن عمد الله مستقر رحمة جاء عمد الله المراد إجمعنا أن مستقر رحمة جاء في الجنة هذا المراد الجنة هي أرجاء رحمة نعم هل ورد الصحة الأذان في أذن المولود هل وصلنا نعم جاء في بعض الأحاديث لكن فيه في سند بعض الشيء ذكر المقيد في دقة الولود في أحكام المولود ولا حرج إلى عزب قال عبد العنس قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه إيه؟ قوله قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله إيه؟ أو ظهر شماله بكفه هل يدل ذلك على أن المسح ظاهر الكف فقط؟ نعم هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف ولكن في الحديث الآخر مسح وجهه وكفه وأصله الكف مسح الظاهر والباطن والنصوص ضم بعضها الى بعض فلكي الظاهر وفي الحديث الاخرى ثم فتح وجهه وكفيه والكف الى اطلق يشمل الظاهر والباطن الظاهر والباطن هذا الظاهر وهذا الباطن يمسح الظاهر والباطن نعم قضية الشيخ اذا اجملت ولا ماء عندي الا قليل هل ارسل بهذا المكان موقع الجنابه أم أتيمن بدون غسل رأس الذكر؟ يقول العلماء إذا وجد الجنب ماء قليلا لا يكفي يستجد وهو يتوضأ ثم يتيمن بالماء إن استجد بهذا الماء ويتوضأ وإن بقي شيء يعني يستجد يفضل من حوله ويتمضمض ويستحرك الوجه ويديه ويتحرك ويديه وإن بقي شيء أصل بعض جسده ثم يتيمن بالماء يعني يستعمل هذا الماء في الاستنجاء والوضوء وإن بقي شيء أفاض على شقه الأيمن فإذا انتهى فيم الماء نعم يقول لك تعالى يقول هذا الصبع يفعل الله الصبي نعم هل يشير بالسبابة عند الدعاء للتشهد الأخير أم يشير عند الشهادة ويجعلها منصوبة السنة عند التشهد تكون يد منصوبة أو الإصبع منصوبة هكذا من أول التشهد إلى آخر إشارة للتشهد إشارة الوحدانية لكنها ليست مرفوعة لأن محلها قليل وجاء في بعض الحديث أنه يشير بها يحدثها عند الدعاء اللهم صل على محمد اللهم يا رب صل على الدين يحدثها قليلا وهي مرفوبة النص مرفوبة من أول التشهد إلى آخر إشارة إلى الوحدانية نعم وينظر إليها في التشهد ينظر إلى سبابة نعم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وهم أموات الصواب الذي عليه المحقق يحقق شيخ الاسلام ان كيف راهم مثل ما راهم كيف راى ادم وقد مات وراى ادريس وراى ابراهيم الصواب انه راهم ان راى ارواحهم اخذ شكل ارواح شكل اجساد الارواح اخذ شكل اجساد والا اجسادهم مسكونه في الارض الا عيسى
إلا عيسى رأه بروحه وجسده ما معه يجلس في آخر الجماعة ويتوفاه الله. فهو كما حقق على شيخ الإسلام أن أرواحه أخذ الشكل عنه. والأرواح أمرها عزيز. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى موسى قائما في قبره يصلي ثم رآه في السماء الثالثة. كيف ذلك؟ العلماء أن الروح لها شعث وأن الروح لها سريعة. فرآه يصلي قائما في قبره ورآه يصعد في الروح في السماء الثالثة لما قال. فالروح تأخذ شكل الجسد وبذلك ما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء تتنعم في حواصل غير الخبر. وأما سائر المؤمنين فروحه تتنعم وحدها. قال نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يعني يأكل. فالمؤمن روحه تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر. والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل غير الخبر لأنهم أبلوا أجسادهم لما أبلوا أجسادهم في الله وقتلوا في الله عوضهم الله أبدانا فتنعموا أرواحهم بواسطتها وهي حواصل طيب الخبر. فإذا أنهار الجنة تحتوي من ثمارها وتغوي إلى خنازير معلقة تحت الأرض. أما المؤمن غير الشهيد فروحه تنعم وحدها بدون شيء تأخذ شكل طائر نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وفضيلة الشيخ صلى إمام صلاة الظهر ونسي السجدة من الركعة الأولى فلما سلم نبهه الجماعة لذلك وكان هناك مجموعة من المأمومين قد استفادتهم الركعة الأولى فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟ يأتي بركعة الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة يأتي بها ويبقى وإذا شرعت الركعة الأخرى الأخرى التي بطلت الركعة وصلت الأخرى أيضا الركعة على هذا اللي هو ترك السجدة يأتي بركعة مستقلة كاملة والمأموم الذي فاتته ركعة فاتته الركعة الأولى الركعة التي ترك منها السجدة يأتي بركعة المأموم يقام يقضي عليه كمل عليه وإن حب أن يرجع مع الإمام رجع له أن يرجع مع الإمام. المقصود أنه يأتي بركعة هو المأموم فإذا ترك سجدة كان بطلت الركعة التي ترك من السجدة ويأتي بركعة ويسلم ثم يصل سجدتين ويسلم والمأموم إذا سرع في صلاته وضوء فيها إن ساعة ثم صلاته وإن ساعة دخل مع الإمام. نعم. إذا ورد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخطيب يوم الجمعة هل ينصت المأموم أو يصلي عليه؟ يصلي عليه وكذلك إذا أما يدعو لكن بينه وبينه لا يقع الخطبة كالصلاة لو صليت على النبي في الصلاة لا الذكر لا ينافي الصلاة ولا ينافي الخطبة والتعبير كذلك لكن ممنوع من كلام الناس إذا سلم عليك أحد فترد عليه السلام إذا عرف أحد فتثبت سر الصلاة ولا تتسوء لأن هذا الخطبة لأن هذا من العبث. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير بينك وبين نفسك فلا بأس لأن هذا ليس كلاما مع أحد. نعم. طبعا يقول هل مجرد الخوف من المرض يقال له تيمم؟ ايش؟ يقول اذا صلت الانسان جنابه هل مجرد الخوف من المرض يعني يؤذن له بالتيمم؟ اذا كان يخشى وكان الخوف محقق لا اما التوهمات لا. قال اذا عدم الماء وخشى ان طلبه ان يخرج وقت الصلاه هل يطلبه مع خروج الوقت ان يتيمم؟ يتيمم لكن يقول العلماء التيمم في اخر الوقت راجل الماء اولا إذا كان يرجو أن يجد الماء فالأفضل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت هذا هو الأفضل. أما إذا حاجة فرصة هو دي الوقت لا يتيمم ولا تسوى التخلص. نعم. قل هل من السنة عفى الله عنك فتح الإزرار الأعلى من الثوب؟ إيش؟ هل من السنة فتح الزر الأعلى من الثوب؟ فتح دائما يعني هكذا يفتح هذا نعم ما يضبط لكن كونه يفتح الازرار ويبقى قدره مفتوح هذا لك العمر هل من خارج المروءه بين الناس او يدرج الحرام الناس فهو خارج المروءه اما كونه يفتح الازرار الاعلى لانه شد عليه الحق ما يفتح هذا. نعم. اذا دلك شعره في زيت الزيتون ثم يتوضا هل هذا الوضوء صحيح؟ نعم صحيح. الدهن الذي ليس له جرم ما يمنع وصول ما يلبسه لكن عليه
إذا كان الدهن في يده عليه أن يدرك حتى لا ينبو الماء، لكن إذا كان له جلد فلا بد من زينة، كانت بعجيب أو طيب أو بوية أو مناسير الأنصار ولا بالحق، لأن هذا شكل طبقة، شكل طبقة لها جلد. أما إذا كان ما له جلد مثل الدهن مثل الصبر الشدة هذا ما يمنع الصيام، الذي يمنعه الطبقة، الطبقة هذه تكون مثل البوية مثل المناسير مثل العجيب مثل الطيب، أما الدهن الصبر ما يمنع، لكن يدلك حتى لا ينبو الماء. نعم. يقول أفرمعك ما حكم إقامة الأسواق التي يباع فيها كتب علم أو كتب علم أن هذه الأسواق قد تقام لأجل بدعة كبدعة المولد أو غيرها من بدعة، وهل شراء كتب العلم الموجودة والمعروضة فيها يعد معاونة عن بدعة؟ لا شيئا، لكن البدعة لا يشارك في البدعة وإلى شراء كتب إلا إذا كان يشجعهم على البدعة يعتبر معاون له لا يختلف هذا الوقت، يختلف وقت آخر. نعم. مسافر دخل مع إمام يصلي التراويح، هل يشرع المأموم أن يصلي بنية العشاء قصرا؟ نعم له ذلك، إذا كان مسافر يصلي مع الإمام يصلي معه ويتكلم يكتب بركته، وفق الله وجل وعلا. يقول هذا السؤال، يقول ما حكم تناول نعلة واحدة حتى ولو كان الرجل جالسا على كرسي غير ماشي، هل يدخل في النهي؟ ما حكم تناول نعلة واحدة حتى ولو كان الرجل جالسا على كرسي غير ماشي، هل يدخل في النهي؟ جاء النهي عن الانتعال من على واحدة والرجل من الانتعال، ظاهر معنى أنه احتلال يمشي، لكن جالس ما يعتبر منتعال، الأمر في هذا سهل، لو وضع وقت قليل لا يبقى، لكن ما ينبغي أن تكون الحلاء على رجل واحدة مدة طويلة، لكن لو الوقت يسير أو جاء الله في الحرب المرد للجعال ثم يمشي فيه. نعم. جاء في الحديث الآخر نهي عن المشي بنعل واحدة. نعم الأولى أن يحلع. نعم. هل ننكر على من يلبس ثوب النوم الجلابية لأداء الصلاة في المسجد خاصة في المسجد الحرام، حيث أن كثيرا من الناس يفعل ذلك؟ يصلي في ذلك جلابية تسمى ثوب النوم، ثوب النوم تسمى جلابية. لا صواب صحيح، لكن يكون يأتي بثياب نظيف أحسن، وقد يقال أن هذا يعني من خوارج المروءة، إذا كان يخالف العرف فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بثياب تخالف العرف، يعني هذا يكون من خارج من وروعه، أما الصلاة صحيح هي الطاهرة والنظيفة ساترة للعورة والكتفين فلا بد. أحسن الله عليك. سؤالي هو كيف عرف الأنبياء أن هذا رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ كيف عرف الأنبياء أن هذا هو رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ يعني هل تقصد الإعبارات؟ نعم. مقصود عن درجة المعراج؟ نعم. كيف عرف إيش؟ كيف عرف الأنبياء أن هذا رسول الله مع العلم أنه لم يعرفهم إلا عن طريق جبريل؟ جبريل أخبرهم، جبريل هم أبو جبريل عرفهم بهذا، هم في السماوات أبو في السماوات من جبريل والملائكة. نعم. ما ينقلب الله عنه من رحمه في السفر الإسراء وصلى بهم ما عرفوا؟ نعم صلى بهم تقديم، صلى بهم مما في السماء وفي المسجد الأقصى، عرفوا لأن جبريل قدمهم، جبريل عرفهم إن كان قبل الصلاة جبريل عرفهم، إن كان بعد الصلاة كذلك. نعم. رجل نوى إيش؟ هذا في وقت رسالة سعرة كل نبي يأخذ هذه الأحد النساء يوم وقت محمد وتحية تتبعنا. نعم. رجل نوى أن يعتكف سبعة أيام وبعدها نوى الاستمرار، هل ينقطع اعتكافه ويستأنف أم يستمر حكمه؟ يقول أي هل تستمر النية الأولى أم لا؟ لا إذا نذر في سبعة أيام لا تستمر أيام وبعدها يقطع الاعتكاف، وإذا حب ذلك يعتكف تطوع لا يصير، يصير الواجب وغير الواجب، يحبس من معتكف سبعة أيام وبعد ذلك إذا حب يعتكف
ثم أيضا هذا في إتعاب الله يبغى الإنسان ألا يشق على نفسه إن هذا في نفسه لماذا يواصل بعد من نذر أتكت رأتي يا رسل يأخذ يستريح ويلحب بعد الاستراحة بعد المدة يأتكت كتاب مستحب لا نعم لا يشق على نفسه نعم.